لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته قراءة وشرح كتاب رياض الصالحين، وانتهينا من باب التوبة، واليوم مع باب الصبر. باب الصبر. الصبر لغة أي الحبس. الصبر أي الحبس، ومعناه حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع، أو على البعد عما يقتضيان حبسهما عنه. ده تعريف الراغب. الراغب قال الصبر هكذا، والصبر هو الحبس، مطلق الحبس، ويقصد به هنا حبس النفس، حبس القلب عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان كذلك عن التسخط والشكاية إلى غير الله عز وجل، شكوى إلى غير الله، وحبس الجوارح عن التسخط أيضا، لأن الجوارح قد تتسخط بفعل مثلا كاللطم وشق الجيوب وكل المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الشرع عنها. فالصبر حبس للنفس كما ذكرت، حبس القلب عن الجزع، ألا يجزع لما يسلم ولا يجزع، وحبس اللسان عن التسخط والشكوى، وحبس الجوارح أيضا. الراغب يقول ربما خولف بين أسمائه، يعني أسماء الصبر حسب اختلاف مواقعه، يعني ربما خولف حسب اختلاف مواقعه، مواضع الصبر. فإن كان حبس النفس بمصيبة، يعني مصيبة وحبس نفسه عن الجزع والتسخط وغير ذلك، فيسمى صبرا لا غير. طيب، يضاده الجزع، يضاد الصبر، عكس الصبر الجزع. وإن كان في حرب، محاربة، إن كان هذا في حرب، حبس نفسه ألا يفر من المعركة، يسمى شجاعة. وإذا حبس للنفس ألا يفر من موطن اللقاء، يسمى شجاعة. وإن كان في نائبة مضجرة، يعني فيها نوع من الضجر، فحبس نفسه ولم يتضجر، يسمى رحابة صدر، رحب صدره، لم يتضجر، لم يتضايق، يضاده الضجر. وإن كان في إمساك الكلام، حبس نفسه فأمسك عن الكلام، يسمى هذا كتمانا، ويضاده الهذر. والله عز وجل سمى كل هذا صبرا. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا أي احبسوا أنفسكم على العبادة والطاعة. الصبر هنا اصبروا، اصبر أي احبس نفسك على العبادة والطاعة. وهذا الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله الأليمة. إنسان يصبر على الطاعة حتى يأتي بها، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر، لأن فيها مخالفة لهوى النفس، وسميت تكاليف،
والتكاليف الشرعية تحتاج إلى، سميت تكاليف من الكلفة، فيها مشقة، فتحتاج من العبد أن يحبس نفسه، يحبس نفسه. فاصبروا أي على الطاعة وعلى الإتيان بالعبادة وترك ما حرم الله عز وجل. ويدخل في ذلك كما ذكرت القسم الثالث عن الصبر، هنا 3 أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله الأليمة سيصبر عليها كما ذكرنا. طيب، وصابروا، الفرق صابروا أي جاهدوا، جاهدوا يعني مصابرة، المصابرة مفعلة، المصابرة مفعلة، انتبه معي، المصابرة مفعلة تختلف عن اصبروا. لان الكلمة اذا زيد، احنا بدنا ننتبه لهذا، الكلمة اذا زيد في معناها، زيد في مبناها، زيد في معناها. والمصابرة مفعلة تدل على الاشتراك، تدل على الاشتراك. يعني ايه على الاشتراك؟ يعني في مغالبة، في منازعة، صابروا في منازعة. المنازعة دي قسمان، مصابرة دي قسمان: مصابرة داخلية، انك بتصابر اي تغالب هواك ونفسك الأمارة التي تنازعك، فانت بتغالب الهوى يريد ان ايه، غالبوا اهواءكم، جاهدوا اهواءكم الذين جاهدوا فينا لهدينا سبلنا. وعدو خارجي، وهو نوعان: عدوك الانسي، عدوك الانسي من الكفار والمشركين واهل البدع واهل الضلال، كل بقى من يريد ان يزحزحك عن الصراط المستقيم. وعدوك الجني، الشيطان، كل هؤلاء ينازعونك، كل هؤلاء الاعداء يريدون ان يبعدوك عن الصراط السوي المستقيم. فماذا تفعل؟ هل تستسلم لهم؟ لا، تدافعهم، تصابرهم، هي دي تصابره. يبقى اصبر على الطاعة اللازمة بالنسبة لك، مطلوبة، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله الأليمة. صابروا أعداءكم الذين يريدون أن ينالوا منكم بإبعادكم عن طريق الطاعة والاستقامة، سواء كانوا إنسا أو جنا. انتبه معي، تصابرهم، تغالبهم، أي ينبغي أن تكون أشد صبرا منهم، أشد صبرا منهم. أهل الباطل لا يملون، و يعني يحاولون بكل سبيل أن يصرفوا أهل الحق عن دينهم. فهل يستسلم أهل الحق أم يجالدوه ويصابروه ويكونوا أشد صبرا منهم؟ انتبه معي، أنهم يصبرون على باطل، يصبرون على إضلال الأمة، فكيف تستسلم أنت لهم؟ أنت ينبغي أن تكون أشد جلدا وأشد مصابرة وثباتا على الحق ومقاومة للباطل، لباطلهم. اصبروا وصابروا، انتبه معي. ورابطوا أي أقيموا على الجهاد أو على الطاعة عموما. دليل ان الرباط على الطاعه يسمى رباطا، اي الطاعه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لذاتي قابلنا في الكتاب، هو ادلكم على ما يرفع الله به الخطايا، يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا. قال: كثره الخطى الى المساجد، اسباغ الوضوء على المكاره، وكثره الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاه بعد الصلاه. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. انتبه معي، فدل هذا على أن الثبات على الطاعة والاستمرار عليها يسمى رباطة، ده المعنى العام. أما المعنى الخاص، الرباط على في الجهاد، على الثغور، رباط يوم وليلة. يعني انتبه معي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها من الأجر والثواب الذي يناله العبد، ومن مات مرابطا على الثغر أجري عليه عمله إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في رباط أجري عليه عمله. كل الناس يخطر على أعماله إلا المرابطون، إن ماتوا يجرى عليهم عملهم إلى يوم القيامة. انظروا،
فالرباط، رباط على الطاعة، رباطك على الحق، ثباتك على الكتاب والسنة، ثباتك على عقيدة التوحيد، ثباتك على الدعوة الصحيحة السليمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، رباط. وهذا والله حق، لأن كثير أو بعض الناس بعد فترة من الزمن يبدأون في التنازلات والتفريط في السنة وتضييعها والتقصير في جنب الله وتمييع قضايا التوحيد والدين نسأل الله السلامة والعافية. لا يا عباد الله، أنت ما دمت قد وفقك الله إلى الحق ولزمته وعرفته اصبر ورابط واثبت عليه وصابر عدوك الذي يريد أن يزحزحك عنه. طيب، وقال تعالى: ولنبلونكم، طبعا ورابطوا لعلكم تفلحون، الفلاح في كل هذا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أربعة أشياء ينال العبد بهم الفلاح: الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله. وتقوى الله تشمل كل هذا، فهي من باب الذكر العام بعد الخاص. يعني تقوى الله، من التقوى من أصلها وقوى ووقاية، فهي وقوى زي أنك تتقي غضب الله عز وجل بفعل مراضيه. طيب بفعل مراضيه ايه؟ في المصيبة تصبر وتحتسب وتصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وترابط تثبت على الحق والصورة والجهاد، وده كله داخل في تقوى الله. عشان كده بنقول إن التقوى هنا تشمل كل ما مضى. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب، وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، لنختبرنكم، نعم، ابتلاء وامتحانا، لنختبرنكم بشيء من الخوف، نعم، كل ما فيه خوف، كل ما فيه خوف يصيب الإنسان بتسلط عدو أو مرض أو غير ذلك، أو خوف، كل ما فيه خوف ابتلاء واختبار يحتاج منك إلى مصابرة، إلى صبر وثبات. وجوع، نقص في الثمرات أو جوع، مجاعات، قلة الطعام، قلة الشراب. والشيخ ابن عثيمين ذكر كلاما بديعا، قال لك إن الابتلاء بالجوع نوعان: ابتلاء بالجوع بنقص الأموال، انتبه معي، اللي هو جاي بعديها نقص من نقص المواد الغذائية، الطعام يعني، عبد لا يجد، مجاعات الجد، سنوات الجد، القحط، قلة السلع ندرتها، فلا تجد، لا يجد الإنسان كفايته، كفاية وما يحتاج إليه ابتلاء واختبارا. طيب، و قلنا الخوف، وقال ابتلاء بالجوع، ان الجوع قد يكون مرض. قال الانسان مهما ياكل لا يشبع، اعوذ بالله من نفس لا تشبع، كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس لا تشبع. قال: هذا نوع من الايه؟ نفس لا تشبع، نوع من المرض، صلى الله السلامه والعافيه. وذكر ان هذا حدث عندهم عام، كان سمي الناس ابتلى بهذا المرض، كانوا ياكلون لا يشبعون، نسال الله العفو والعافيه، مهما ياكل لا يشبع، نسال الله السلامه والعافيه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، على كل، لنبلونكم بشيء، نختبرنكم ابتلاء وامتحانا بشيء من الخوف يصيبكم، تسلط عدو، خوف عقوبة، خوف ظالم يفعل بك شيئا، خوف كذا، خوف من إصابة بمرض، خوف من إصابة بكذا، خوف كما رأينا هذا في الكورونا وغيرها، خوف كان خوف شديد، كل يفر منه. ماشي. طيب، من الخوف والجوع، يعني الخوف كل ما يخيف، كل ما يخيف الإنسان. طيب، والجوع ونقص من الأموال، نعم، نقص الأموال، الاقتصاد يضعف، يرتفع مش عارف الإيه، يقل كذا، الأموال تقل من أيدي الناس، قيمتها تقل، اللي هي المشاكل الاقتصادية المعلومة وغيرها. والأنفس، بابتلاء بذهاب الأنفس بالموت، يستحر الموت، يكسر الموت، سواء سلط على الناس ده يكون يميت، او كثر الموت، او تلاقي مصيبه الموت عموما. ماشي. ذهاب الانفس، ازهاق الارواح، والثمرات، نقص من الانفس والثمرات والاموال، ثمرات، نقص الثمرات،
لا تقل، بدل ما تبقى موجودة والناس تجد كفاياتها تقل، أو الزروع لا تثمر الثمرات المرجوة، بدل ما، وده بيحدث لكثير من الإيه، من يعني أصحاب الزراعات، إنه في سنوات معينة كده يفاجأ بأن الإيه الثمرات قليلة، ما أنتجه الشجر من الثمار قليل، وده أمور معلومة يعني. قال: وبشر الصابرين، يعني الذين يصبرون في كل هذا، الذين يصبرون، طيب بشرهم، الذين يصبرون على هذه الابتلاءات والاختبارات والامتحانات، ويأخذون بأسباب العافية من الطاعة والاستجابة والدعاء والتضرع مع وعدم الشكوى إلا لله، والشكوى لله لا تنافي الصبر الجميل. انتبه معي، يعني ايه تقول لي يعني ايه الصبر الجميل؟ اقول لك والله ربنا عز وجل ذكر في القرآن صبرا جميلا، وذكر هجرا جميلا، وذكر صفحا جميلا. قال لا، ايه معنى الفرق بين الصفح والصفح الجميل والصبر والصبر الجميل؟ قال اهل العلم: الصبر الجميل الصبر بلا شكوى الا لله، فان الشكوى لله لا تنافي الصبر الجميل. ايه الدليل؟ ان لما يعقوب عليه السلام فقد يوسف، ها، قال: فصبر جميل، صبر جميل، ومع ذلك قال: ها، انما اشكو بثي وحزني الى الله، فشكى لله بثه اي حزنه والمه، ومع ذلك كان صبره صبرا جميلا. طب ده الصبر الجميل الذي لا تصحبه شكوى الا لله. طيب، والهجر الجميل هو هجر بلا معاتبه، او هجر بلا اذى، هجر بلا اذى، يعني تهجر من عدو او من اخذ بلا اذى، لا تؤذيه، لا تتعرض له باذى. طيب، والصفح الجميل صفح بلا معاتبه، ان تصافح من يعني نال منك بشيء فلا تعاتب. طيب، شاهد: وبشر الصابرين. وقال تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انتبه معي، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انتبه، قل الاضعاف زي ما ذكرنا قبل ذلك الى 10 اضعاف، الى 700 ضعف، يضاعف لمن يشاء، لكن كله بحساب، الا الصبر هو الذي ينال صاحبه اجره بغير حساب. قال علي رضي الله تعالى عنه: كل مطيع، كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا، يعني كيل او وزن، يعطى بايه الاجر بحساب، الا الصابرون فانهم يحفى لهم، او فانه يحفي لهم حفيا، يعني ايه؟ اعطي بلا حساب. وفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعطون الأجر بغير حساب. ولك أن تتأمل حينما يقول الرب الكريم عز وجل أنه يعطي بغير حساب، حينما يكون هذا العطاء من أكرم الأكرمين تبارك وتعالى، والذي بيده خزائن السماوات والأرض، انظر كيف يكون هذا العطاء، انظر كيف يكون هذا العطاء. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. صبر وغفر، صبر هنا أي لم ينتصر لنفسه بعد ظلمها، لم ينتصر لنفسه بعد ظلمها، لم ينتقم لنفسه، لم يثأر لنفسه، لم ينتصر لها. تبقى معي، حتى لو كان مشروع، لو كان هذا الأمر مشروعا، طيب، لم ينتصر لنفسه بعد ظلمها. غفر، تجاوز عن ظالمه، غفر تجاوز، يعني لم ينتصر لنفسه بعد ظلمه، وغفر أي تجاوز عن ظالمه، يعني صبر لم ينتصر لنفسه، غفر تجاوز عن ظالمه. إن ذلك أي الصبر بعدم الانتصار للنفس، والغفر التجاوز عن من ظلمك، من عزم الأمور أي العزائم، العزيمة، أي من المأمور به شرعا، الأمور التي أمر الله عز وجل بها. طيب، وقال تعالى:
ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا أي اطلبوا العون على أموركم بالصبر وحبس النفس على ما تكره. استعينوا على أموركم بالصبر لحبس نفوسكم على ما تكره لتنال ما تريد. تحتاج أن تحمل نفسك حملا، انتبه معي، نفس تريد أن تخلد إلى الأرض، نفس تريد وتميل إلى هواها. أنت لكي تنال مرادك لابد أن تخالف هوى النفس، فما الذي يعينك على هذا ويمكنك من مقاومة ومجاهدة نفسك؟ الصبر. فاستعينوا اطلبوا العون بالصبر والصلاة، اطلبوا العون بالصبر والصلاة. طبعا أفراد هنا، انتبه معي، من ذكر عظم شأنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر هم إلى الصلاة، صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر هم إلى الصلاة. فاستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مع الصابرين هذه المعية الخاصة. لماذا المعية الخاصة؟ لأن المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية العلم، والإيه معيات العلم والاطلاع والقدرة إلى آخره. طيب، والمعية الخاصة معية الرعاية والعناية والتأييد والتسديد والنصر والكلاءة والكفاية إلى آخره، زي إن الله مع الصابرين، معهم بمعيته الخاصة تبارك وتعالى، معهم بمعيته الخاصة. انتبه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون بمعيته الخاصة. إن الله معنا برضو معياته الخاصة. إنني معكما أسمع وأرى، معياته الخاصة، أي يحول بينهم وبين عدوهما إلى آخر المعطاء. انظر، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. نبلونكم، نختبرنكم، معي، بأن نأمركم بمشاق الأمور اللي فيها مشقة، زي الجهاد في سبيل الله وزي التكاليف الشرعية. انتبه معي هنا، خاصة الجهاد، بيتكلم عن الجهاد. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. نعلم هنا، مش إن الله لم يكن يعلم ثم علم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله عليم بالأمور كلها، عالم، علم أزلي أبدي. إنما العلم المقصود هنا، لأن في علم قبل حدوث الشيء، وهو علم الرب بأن هذا سيكون وهذا سيحدث. كل الأمور لا تخرج عن علم الله، الله عالم كل شيء أزلا. انتبه، ودي أول درجة من درجات الإيمان بالقدر، مرتبة العلم الأزلي. فالله عالم كل شيء تبارك وتعالى. أمال إيه هنا المقصود؟ لا، ده هنا العلم بعد حدوث الشيء، اللي هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. الرب لا يحاسب الناس على ما علمه أزلا، رغم أنه يقع لم تماما ولا يتخلف، وسيحدث وفق علم الله. لكن من كمال عدل الرب عز وجل، من كمال عدل الرب، أنه لا يحاسب الإنسان إلا على ما حدث منه فعلا. فهو هنا يعلم، نعلم المجاهدين، أي بعد وقوع الجهاد منهم، علما يترتب عليه إثابته يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء. هذا العلم، تبه معي، العلم بعد حدوث الله. أما قبل ذلك، علم الرب الأزلي بحدوث الشيء لا يترتب عليه الإيه الثواب والعقاب. فالمجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. نعم. وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله
تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه كمعتقها أو موبقها. رواه مسلم، رواه مسلم. طيب، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، الحافظ اختلف فيه على أقوال، والحافظ قال والتحقيق حافظ ابن حجر أن أبا مالك الأشعري ثلاثة، يعني عندنا ثلاثة أبو مالك الأشعري، الحارث ابن الحارث الأشعري وكعب بن عاصم الأشعري، قال وهما مشهوران باسمهما، يعني بيبقى الحارث من الحارث الأشعري كعب، والثالث هو المختلف فيه وأكثر ما يرد في الروايات، يرد بكنيته، وهو روى هذا الحديث بكنيته أبو مالك عن أبي مالك، ماشي؟ طيب، يرد بكنيته، له 27 حديث، روى 27 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في خلافة عمر رضي الله عنه في الطاعون، بالطاعون، وطعن، يعني أصابه الطاعون هو ومعاذ وأبو عبيدة وشرحبيل بن عتبة رضي الله عنهم جميعا في يوم واحد، رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم. طيب، الطهور شطر الإيمان، بعضهم فسر الطهور هنا بترك الذنوب، إنهم أناس يتطهرون، وثيابك فطهر، ماشي. وفي نظر من جهة المعنى، معي الصحيح الذي عليه الاكثرون ان يعني من حيث المعنى هنا، مش المقصود بالطهور اللي هو ايه، ترك الذنوب، لا، الصحيح الذي عليه الاكثرون من اهل العلم ان المراد بالطهور ها هنا التطهر بالماء من الاحداث، سواء الحدث الاصغر بالوضوء او الحدث الاكبر بالغسل، بالغسل. طيب، شطر الايمان، ايه معنى شطر الايمان؟ برضو اختلف الناس في معنى كون الطهور شطر الايه؟ الايمان. انتبه معي. يعني ايه؟ اختلفوا في هذا. بعضهم قال الايمان هنا شطر الايمان حقيقة، حقيقة الايمان، لانه ينتهي تضعيف اجره الى نصف اجر الايمان. والبعض قال الايمان هنا هو الصلاة. ليه؟ لان ربنا سماه ايمانا. الوضوء نصف الصلاة. قال تعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم. مقصود هنا بايمانكم صلاتكم. فكون الطهور شطر الايمان اي نصف صلاتكم. طب معي. نصف ليه؟ الصلاه، لان الصلاه تكفر الذنوب والخطايا بشرط اسباغ الوضوء واحسانه. فصار شطر الصلاه بهذا الايه؟ الاعتبار. طب معي. والصلاه مفتاح الجنه، والوضوء مفتاح الصلاه، فالشطر اهو. وكل من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة، حديث رواه أخرجه مسلم. طيب، ويحتمل أن يقال أيضا في شطر الإيمان الطهور إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، والطهارة بالماء تختص بتطهير الجسد وتنظيفه. يبقى أنا عندي الطهارة في طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. الطهارة الباطنة اللي احنا بنقولها بتطهر وتزكي، والطهارة الظاهرة اللي هي التطهر من الأنجاس والأحداث، ماشي. فديت إيه؟ فعندي الظاهر والباطن. يبقى أنا عندي كده خصال الإيمان قسمان، قسم يطهر الباطن قلب، وقسم يطهر الظاهر، فهما نصفان بهذا الايه؟ الاعتبار. والله اعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك كله. طيب، بعد ذلك يقول: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. الميزان ما يوزن به الاعمال. ماشي؟ الحديث كلها بتقول ان الحمد يملأ الميزان. يملأ الميزان. والميزان ثابت. يعني هذا الحديث فيه اثبات الميزان وهو ثابت عند اهل السنه. انتبه معي. ده حديث دليل على ان الميزان حسي وثابت.
والله قادر أن يجعل الأعمال أجساما توضع في الميزان وتوزن وتوزن، وهذا معناه أهل السنة والجماعة. طيب تملأ، فالحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان العبد يوم القيامة، تمام معي؟ وسبحان الله والحمد لله، سبحان الله تنزيه الرب تبارك وتعالى، والحمد لله تملأن أو تملأ ما بين السماوات والإيه والأرض، والصلاة نور. احنا كده يعني التسبيح دون التحميد في الفضل، لأن الحمد لله وحدها تملأ الميزان، والاثنين يملأني ما بين السماء، التسبيح والتحميد يملأني ما بين السماء والإيه والأرض، والميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان وحده أكبر مما يملأ بين السماء والأرض. انتبه، فالتحميد الحمد لله ماشي، كلمة الحمد عظيمة، ده في دليل على عظم شأن كلمة الحمد، طب معي يعني على عظم شأنها وعلو أمرها، طب معي. ف ولذلك اختلف يعني أهل العلم في بالك كلمة الحمد أم كلمة التهليل أيهما أفضل، لا ماشي. و الحمد يتضمن ليه بقى، ليه الحمد الحمد لله كان بهذه العظم والشأن؟ قالوا لأن الحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله، فيدخل فيه التوحيد، فيدخل فيه التوحيد الحمد لله يعني في إثبات لجميع الكمالات للرب تبارك وتعالى. طيب والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، نعم، والصبر ضياء. الصلاة نور والصدقات برهان، ثلاثة أعمال هي أنوار، كلها كل منها لكن منها يختص بنوع من أنواع النور، انتبه معي. يعني الصلاة نور والصدقة برهان، أعمال الصلاة نور مطلق لأنها نور للمؤمن في الدنيا، نور في قلبي تشرق بها القلوب وتستنير بها البصائر، ولذلك جعل قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هي قرة عيون المتقين، انتبه معي. ونور للمؤمنين في قبورهم، لا سيما صلاة الليل كما قال أبو الدرداء، صلوا ركعتين في ظلم الليل، ماشي، لظلمة القبور، لظلمة القبور، هي تنير القبر، وهي نور للمؤمنين في ظلمات يوم القيامة وعلى الصراط، وعلى الصراط فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم، فهي نور مطلقا في الدنيا والآخرة، صلاة نور. والصدقة برهان، برهان على صدق إيمان صاحبها، لماذا؟ لأن النفوس شحيحة تشح بالمال وتبخل، فمعنى الإنسان يجود ويتصدق ويخرج من ماله لو لم يكن يرجو ثواب الله وما عند الله عز وجل ما أخرج من ماله، فدل هذا على أن دل تصدقه على أنه يبرهن على صدق إيمانه، فهي برهان على إيمانه وتصديقه بما عند الله، بما عند الله عز وجل، ولذلك يجود بهذا المال، لماذا؟ لما يرجو من الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب، فهي برهان على صدق إيمانه، ويعني الحجة القاطعة تسمى برهانا لوضوح دلالتها، يعني تسمى الحجة القاطعة تسمى برهان ليه؟ يعني برهن على كذا ليه؟ برهن هيحتج عليه بحجج واضحه، لان بتبقى واضحه في الدلاله، فالصدقه واضحه الدلاله على صدق ايمان العبد، فمقل ومستكثر. طيب ولذلك انتبه معي، يعني برهان على صحه الايمان وطيب النفس كمان بها، لما يخرج طيبه بها نفسه يدل هذا على وجود حلاوه الايمان وطعمه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، ماشي، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، ماشي، هذا يدل على الصدقة برهان يا جماعة. كما بينت، لأن المال تبخل به النفوس وتحب وتتعلق به، فلما العبد يخرجه متصدقا به دل هذا على صدق إيمانه، على صدق إيمانه. والصبر
ضياء، الصبر ضياء، انظر، والصبر ايه؟ والصبر ضياء، الصبر ضياء، الضياء نور، بس الفرق بينه وبين النور ايه؟ ما الفرق بين الضياء والايه؟ الضياء يكون نور مع النار، فيه نار، هو نور ينير لك، لكنه فيه نوع من الايه؟ انتبه معي، من النار. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الصبر شاق على النفس، فيه حرارة، فيه إحراق، لذلك الشمس إيه؟ الفرق بين القمر بتنير والشمس بتنير، بس ربنا قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. انتبه معي، ده نور بإحراق وده إشراق بغير إحراق. القمر نوره محض، يعني إشراق بغير إحراق، أما الشمس في إشراق ونور مع إيه؟ مع حرارة. طب الصبر إيه؟ الضياء ليه؟ مع النور أيضا كده، لكن لأن فيه مشقة، في حبس للنفس في كفة عما تهواه، عشان كده كان ضياء، كان نور مع حرارة. حرارة صبر أمر صعب على النفس، في حبس لها، انتبه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ضياء، قال ضياء، واضح؟ طيب، وده الشاهد هنا في ان الصبر ضياء. والقرآن حجة لك او عليك، والقرآن حجة لك او عليك، انتبه، حجة لك تشفع لك تقودك الى الجنة، زي ما قال ابن مسعود القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار، قاده إلى النار. انتبه معي، لذلك موسى الأشعري قال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، يسير وراء القرآن، يلتزم تعاليمه، ينضبط به، يستقيم عليه. تبع معي، القرآن يقوده إلى الجنة، كما يقول أبو موسى الأشعري، أهو كائن لكم أجرا أو كائن عليكم وزرا، حفظت القرآن أو تلوت القرآن ولم تعمل به، بل تعمل بخلافه، لم تحل حلاله، لم تحرم حرامه، لم تعظم كلام الله عز وجل بامتثال أوامر واجتناب النواهي. انتبه معي، هذا حجة عليك وليست لك. لكن يقول فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، من صار وراء تعاليم القرآن التزم بها هبط به على، ومن اتبعه القرآن، انتبه معي، جعل القرآن يعني يلوي نصوصه أهواه، هو الذي يسيء، انتبه معي، يا صلى الله عليه، يتلاعب، يضيع، قال زخ في قفاه فقذفه في النار، لأنه لم يعمل به. القرآن حجة لك أو عليك. طب يا عباد الله، طب يا عباد الله، ليس المطلوب أن تحفظ القرآن وفقط، أن تحكم تلاوته، أن تتقن قراءته وفقط، لا، المطلوب أن تقرأ القرآن وأن تتدبره وأن تعمل به، أن تحل، تؤمن بمتشابهه وتعمل بمحكمه، تحل حلاله وتحرم حرامه. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعا، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، تصغي إليها لتمتثل لتنفذ. للأسف الأسيف بعض الناس يظن إن إيه، إن العلم أو القرآن هو المطلوب، بس إن إحنا نحفظ ونستظهر بألسنتنا ونجادل ونماري ولا نعمل. لا، العلم النافع الذي يورث العمل، حفظ القرآن وتلاوته تنفعك حينما تعمل بكتاب الله عز وجل، حينما تتلوه حق تلاوته، فتكون كما قال ابن مسعود حق تلاوته أن تؤمن بمتشابهه وتعمل بمحكمه، وأن تحل حلاله وتحرم حرامه.
تبع هنا يكون حجة لك وليست عليك. كل الناس ياخذوا فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. كل الناس ياخذوا، انتبه معي، إنسان يخرج في الغدو ماشي، ياخذه يسعى يحرك للسعي، كل إنسان فهو ساعٍ، ساعٍ، إما ساعٍ في هلاك نفسه، وإما أنه ساعٍ في فكاكها. فمن كان سعيه في طاعة الله عز وجل فقد باع نفسه لله، ومن ثم اعتقها من عذابه. ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان، وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. انتبه معي، انتبه. ولذلك كان بعض السلف، جماعة من السلف، يقول لك اشتروا أنفسهم من الله بأموالهم، منهم من تصدق بماله كحبيب أبي محمد، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق وغيره، وكلنا كانوا، ومنهم من تصدق بوزنه فضة 3 مرات وزنه هو، يعني يزن نفسه كم كيلو ويتصدق بوزنه هذا فضة. لماذا؟ انتبه معي، ليشتري نفسه، ليفك نفسه من عذاب الله. بائع نفسه فمعتقها أو موبقها، انتبه معي، أو أربعا كخالد، وهكذا جهاد في الأعمال الصالحة تسعى في فكاك رقبة. لذلك لما يعني بعضهم كان يجتهد في الطاعة والأعمال، ها كان يقول إيه من السلف؟ إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. انتبه يا عبد الله، أنت حينما تتعلم دين الله وتدعو إلى الله عز وجل وتعمل لهذا الدين وتلتزم أنت تفك رقبتك من عذاب الله. مش بتطلب بذلك أن تصدر وأن يشار إليك بالبنان، وإلا إن لم يكن هكذا انقلبت على عقبيك، نسأل الله العفو والعافية. أنت بذلك تحتاج إلى أن تراجع قلبك، تراجع نفسك، أنت على شفا هلكة. لا، انظر، كل الناس ياخدوا للسعي، فبيع نفسه يبيع نفسه، إما يعتقها ويوبقها، إما يسعى في الطاعة ويبيع نفسه لله عز وجل فيعتق نفسه من عذاب الله، وإما يسعى في المعصية والمخالفة فيوبقها في عذاب الله تبارك وتعالى. انتبه معي، فمعتقها أو موبقها. ولذلك الحسن يقول، حسن البصري، المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. انظر، لا يأمن، لا يأمن مكر، لا يأمن، لا يأمن لمكر، ولو كان إحدى قدميه في الجنة، كما قال الصديق رضي الله عنه. قال المؤمن في الدنيا كالأسير، كالمأسور الذي يسعى في فكاك رقبته، يسعى في أن تفك رقبته. تفك رقبته بماذا؟ يعني ينال رضا الله فتنجو نفسه من النار ويفوز بجنة الله تبارك وتعالى. انتبه معي. قال أبو بكر بن عياش، قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها بعد. شوف الانتفاع بالمواعظ، شوفوا الفرق بيننا وبين السلف. نحن كم نسمع من المواعظ، وكم نسمع من الأدلة والآيات والأحاديث، ها، وأين تأثرنا وأين عملنا؟ ده شوف بقى، سمع هو بقى راجل، قال له واحد نصحه نصيحة، هو شاب، قال له: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، رق الآخرة في النار، نسأل الله العفو والعافية، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، أسأل الله العفو والعافية. قال: فوالله ما نسيتها بعد، لم أنسها، لم أنسها. انتبه معي. قال محمد بن الحنفية: إن الله عز وجل جعل الجنة ماشي ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله لأن له جنة. انتبه معي، لا تبع نفسك بغير أن تشتري الجنة فتفك رقبتك من عذاب الله.
تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى هذا والله، إلى أن نتأمل ونفهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على عتق نفوسنا من عذابه، وأن يجعلنا ممن باعها له وصدق في بيعها له، نسأل الله ذلك. وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه، متفق عليه. حديث عظيم جدا، انتبه معي. النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من الأنصار أتوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صلوات الله وسلامه عليه، ثم سألوه فأعطاه حتى نفد ما عنده صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده، لما أنفق وأعطاهم كل ما هو موجود معه، انتبه معي: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. لو في ما يكن عندي من خير فأنا لن أدخره، لن أمنعه منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، فلن أدخره صلوات، سيعطي ويجود صلوات الله وسلامه عليه. انتبه. ثم أرشدهم إلى ما فيه خيرهم، أرشدهم إلى ما فيه خيرهم بعدما أعطاهم صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، ونفذ ما عنده، وقال لهم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره، لن أمنعه أبدا ولن أمنعكم منه، سأعطيكم إياه. ثم قال لهم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. من يستعفف، انتبه معي، يطلب العفة عن سؤال الناس وعن الاستشراف إلى ما في أيديه. استعفف، يطلب العفة من الله أن يعفه، فلا يسأل. قال، انتبه معي، يعفه الله عز وجل، الرب تبارك وتعالى يعفه ويملأ قلبه غنى ويعطيه ويغنيه ما دام قد تعفف. الرب عز وجل الجزاء من جنس العمل، لما استعفف عن سؤال الناس والاستشراف إلى ما في أيديهم عفه الله تبارك وتعالى، وزهده فيما في أيدي الخلق، زهده فيما في أيدي الخلق. لذلك تجده لا يعمل، لا ينظم، لا، لأن يعفه الله. أنت حينما ترزق القناعة، لأن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، وتزهد فيما عندهم، تصبح ما عند الناس لا يساوي عندك شيئا، ده من عظيم فضل الله عليك. ترى ما يركبون من فارغ، ولا تحرك لك ساكنا، السيارة الفارهة التي يركبها فلان عندك هي والحمار سواء، خلاص انت عايز ايه في نفسك تلحق؟ ده من فضل الله عليك، عفك الله عز وجل، لا وزن له بالنسبة لك، لا تمثل لك شيئا. المسكن العظيم الذي يسكنه بالنسبة لك هو يعني والعشة سواء، ما فيش مشاكل. القصر والعشة تساوى عندك، تساوى عندك الذهب والتراب. انتبه معي، ده من فضل الله على العبد، دي منزلة عالية رفيعة. أصبحت هذه النفس لا تستشرف، لا تتطلع إلى ما في أيدي الخلق، لا تلتفت، لا تطلب إلا ما عند الله. زخرف الدنيا لا يشغلها، لا يجذبها، لا يمثل لها شيئا. ومن يستعف يعفه الله، وهذا والله هو الغنى الحقيقي. انظر معي، هذا هو
الغنى الحقيقي غنى النفس والاستعفاف، استعفف يعفه الله تبارك وتعالى، استعفف في كل شيء بقى العفة عن سؤال الناس وسؤال الخلق، والنظر إلى استعفف فلا ينظر إلى النساء وتعفف ولا تستشرف نفسه إلى حرام ولا، وهكذا يعفه الله تبارك وتعالى، يجعله عفيفا نقيا طاهرا مترفعا. انتبه معي، ومن يستغني يغنيه الله، اي يستغني اي يظهر الايه الغناء بالتعفف، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. يستغني هنا يظهر انه مستغني بتعففه هذا، امال هم الجاهلون يحسبهم الجاهل ايه اغنياء، خلك لا من التعفف، لا يسالون الناس الحافه عنهم فقراء، لكنهم لما تعففوا حسبهم الناس اغنياء، وهذا امر معلوم. الناس تظن بمن يتعفف ويترفع انه غني لما يرون من تعففه وعدم اكتراثه بامور الدنيا ويرون ترفعه عنها يحسبونه غنيا. ناتي ازاي انك تطلب تستغني بالله عز وجل، وتطلب يعني تاخذ بالسبب، تستغني عما في ايدي الناس يغنيك الله عز وجل، يغنيك الله تبارك وتعالى، يغنيك الله عز وجل. لما تستغني يغنيك الرب تبارك وتعالى، ومن يستغني يغنيه الله. طيب، ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر هنا يتكلف الصبر، يتصبر اي يتكلف الصبر. انتبه معي، حاجات كتيره جدا الانسان يحتاج الى التكلف فيها، ثم بعد ذلك تصبح سجيه زي الاخلاق الحميده، انت تتكلفها في اول الامر، تتكلفها تصبح سجيه بعد فتره من الزمن. تتكلف الصبر، تصبر نفسك، تحملها حملا على الصبر، تتخلق بالاخلاق الحسنه الجميله، تتكلفها الى ان تصير لك طبعا بفضل الله ورحمته. وما يتصبر يصبره الله وما اعطي. شوف عقب بقى اهو، لما كان مقام الصبر ها اشرف من اشرف المقامات لشرف هذا المقام، مقام الصبر وعلوه، شرف مقام الصبر وعلوه ماشي، لانه جامع لمكارم الاخلاق كلها ومعالي الامور. انتبه معي، لا ينال شيء من معالي الامور الا بالصبر، الا من تحل به، من تحل بالصبر. يعني هو اللي يستعفف ده ايه؟ هو في الحقيقه صبر. وما يصبر نفسه عما في ايدي الناس، ويصبر نفسه عن الحرام، وينأى بنفسه، كل هذا ها لا يحتاج لصبر. طيب، لما يستغني عما في ايدي الناس يحتاج لصبر. انتبه معي، الطاعات والتكاليف صبر، صبر على الطاعة، صبر على المعصية لا ينال. وذلك مقام الصبر مقام عظيم، منزلته من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، الصبر كما يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فالعظم شأن هذا المقام، مقام الايه الصبر، عقبه بعد ما صبر صبر الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أعظم العطاء أن يعطيك الله الصبر وأوسعه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.